الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوه الكرام، اليوم ان شاء الله نبدا بالاجمال الكلام على المجموع، نستكمل ما بداناه في اصل المسائل المهمه جدا. وقد قلنا قبل ذلك انما الفقه البيوع، الكلام على الربا، وقلنا بان الربا في الاصناف السته، قسمنا الاصناف السته الى جملتين، جمله طيب تفترق عن الجمله الاخرى في الجنس وفي العله، يعني جملتان يفترقان في الجنس والعله. وبينا في هذه المساله بضوابط وقواعد ما زلنا نفرع عليها، الضوابط والقواعد التي مشينا عليها تذكيرا للمبتدئ، تذكيرا للمنتهي وتاصيلا للمبتدئ. قلنا بانه عندنا اتفاق في الجنس والعله، اختلاف في الجنس والعلة، اتفاق في الجنس صحيح دون العلة لا يمكن يتواجد هذا، صحيح؟ يبقى القسمة ثلاثة، اتفاق في العلة مع اختلاف في الجنس. وقلنا بأن الربا في الجنس الواحد من وجهين، صحيح؟ الربا بالتفاضل والربا بالنسى، الربا بالتفاضل والربا بإيش؟ بالنسى، بالنساء، عشان ننتهي ما نخشش في متاهات. يبقى الربا في التفاضل والربا بالنساء، هذان الوجهان. واذا اختلف في الجنس والعله فلا ربا، اذا اختلف الجنس والعله فلا ربا، هذا على الرارح عند ايش؟ المحققين. والا ففي المساله ممتاز. ايش بقى الخلاف؟ من اعلم ان الاجابه ستكون عندك عند الصغير سيقول هذا، أنا بجرك عشان أتيك من بعدها. وش الخلاف يا حبيبي؟ لا تعلم، ليش لا تعلم يا كريم؟ لأنك تغيبت عن الدروس، تغيبت، صدقني كنت تتغيب، وأمس لم تأتي وأول أمس لم تأتي. الاستمرار في الطلب يثبت الطلب، التقاعس يجعل الأمر متذبذبا، وإذا تذبذب المرء في الطلب لا يجد، لا يثمر. قال ابن حجر: ما لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، صحيح ولا لا؟ هنا اختلاف العلماء، وهذا الاختلاف ظاهر جدا في ايش؟ بانهم قالوا: لا، نحن نقول اذا اختلفت الاصناف فلا بد من التقابض في المجلس، فيكون عندهم وجهه في الربا، اذا اختلف في الجنس وفي العله فقالوا هناك وجه في الربا. ايش هو الوجه اللي في الربا؟ هو النسيئه، لقول سلم: ولا تبيعوا منها غائبا بايش؟ بنجس، لانها اجناس نبوية ربوية، هي اجناس ربوية، فقال: لا تبيعوا منها غائبا بنجس، وهذا على العموم، لا تبيعوا منها غائبا بايش؟ بنجس. طيب، وايضا جاءت الادله على ان سلم قال: فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن جذبيات، فاشترط الادبيات. فهنا قالوا إذا اختلف في الجنس والعلة وجب التقابض في المجلس، وجهة الربا فيها النساء، وهذا خطأ. والراجح الصحيح إيش؟ الراجح الصحيح إذا اختلف في الجنس والعلة فلا ربا، كأنها أصناف ليست ربوية. قالوا كيف؟ قلنا الدليل موجود. أولا السلم، بأن السلم دخل المدينة فوجدهم يسلفون في الثمر، والثمر أصناف إيه؟ عادية، أصناف عصائرية، ها الثمر أصناف ربوية، التمر والرطب والعنب أصناف ربوية. فقال أن وجدهم السلام لما دخل المدينة يسلفون في السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعلوم أن السلف هنا تقديم المال، وبعد ذلك النساء في إيش؟ في المثمن، في السلعة، صحيح ولا لا؟ مرجاء. وأيضا الدليل الثاني الذي يثبت ذلك بأن السلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في وسق شعير بأبي هو وأمي، يبقى هو أخذ الوسق شعير ولم إيش؟ ولم يدفع، لم يقبضه الثمن، يبقى لا تقاوت في المجلس هو الآن، يبقى ما اشترطتم غير موجود بنص الحديث، بنص الحديثين. يبقى إذن لابد أن نقول على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق إذا اختلف في الجنس والربا، في الجنس والعلة، كأنهما ليسوا من أصناف، أو كأنهم ليسوا من أصناف الربوية، مفهوم؟ طيب، يبقى لنا الثالث، إذا اختلف في الجنس لكن اتفقا في العلة،
كذهب وفض، كبر وتمر، كملح ودنانير ذهب. فنقول إذا اختلفت بالجنس والعلة، اختلفت في الجنس واتفقت في العلة، فإيه؟ أنت الحريص، أنت اللي فايق وكله نايم. المثل الأول صحيح، المثل الثاني صحيح، المثل الثالث تخطئ لكم وقد خطأ أخطأتم. الملح والدينار هيدخل في فيما قلنا سبق، بما سبق اختلف في الجنس والعلة. يبقى بر بتمر، تمر بشعير، ملح بحنطة، هذا الذي نقول فيه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، بيد ذهب وفضة. يبقى نقول ذهب وفضة متفاضل لا شيء فيه. الربا فيه من وجهة واحدة، إيش هي؟ النسيئة. النسيئة فروع على هذا الباب، بأن نقول كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص في أصل الخلقة، كل شيئين اتفقا في الاسم الخاص في أصل الخلقة فهما جنس واحد. تقول مثلا لابد أن تعلم أن الجنس الثمر جنس، تحته إيش؟ التمر جنس، تحته إيش؟ أنواع تمر المدينة، تمر برني، تمر معقلي، تمر كذا، أنواع التمر. فهنا يبقى جنس كامل اهو، إحاطة دائرة تحته إيش؟ أنواع اللي هي الفروع له، ممتاز. يعني يكون هذا كله أصل وتحته إيش؟ فروع لهذا الأصل. فهو بيقول هذه الفروع ستتفق في إيش؟ في اسم خاص اللي هو إيه؟ تمر. فإذا كانت هذه تتفق في اسم خاص فإذا الربا فيها من وجهين، الربا فيها من وجهين، التفاضل وإيش؟ والنسب، التفاضل والنسب. كتمر برني وتمر معقلي، لو باع صاعا بصاعين قال هذا تمر برني، يختلف عن التمر الإيش؟ المعقلي. نقول ارجع، هما تحت مسمى واحد وهو تمر، وتحت جنس واحد طبعا هو ثمر، تحت مسمى واحد، لكن عموم الثمر يدخل فيها الأصناف المختلفة، لكن هو تحت مسمى واحد وهو التمر. إذا لابد فيه من التساوي، لابد فيه من المثلية، لقوله السلام إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، في رواية هاء وهاء. ولابد أن ينتفي الإيش؟ النساء، لابد من التقابض، من التقابض في المجلس. ولذلك مثلوا لها بالذرة، إحنا عندنا هو يسمون الذرة، الذرة، الذرة البيضاء والذرة الشامية. وقل احنا عندنا يعني في المثل الحي اللي عندنا ذرة بيضاء وذرة ايش؟ صفراء، صح؟ صحيح ولا لا؟ طيب اهي ذرة متشوش، خلينا نشمش بتاعت فراخ، ذرة متشوش وذرة صح، المهم هي الذرة. يبقى ذرة متشوش مطحون، طيب ذرة هذه الذرة المصححة كما يقولون، لكن احنا بنقول على الاختلاف، ذرة بيضاء، ذرة صفراء، ذرة كما قلنا شامية مثلا، واختلاف في الأنواع، لكنها جميعا تنزل تحت اسم الذرة. فيبقى لابد فيها من إيش؟ التماثل، ولا بد من التقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم والبر بالبر، الشعير بالشعير، قال يا ربا إلا يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل. وفي الرواية الأخرى قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وكل شيئين، إذا القاعدة الأولى كل شيئين اتفقا في اسم خاص فإيش؟ فلابد فيهما من التماثل، ولابد فيهما من التقابض في المجلس، لأنهما جنس واحد مع الاختلاف، لأنه جنس واحد مع الاختلاف. وكل شيئين اختلفا في الاسم الخاص اتفقا، يبقى لابد هذه القاعدة، اختلفا في الاسم الخاص من أصل الخلقة كالتمر والزبيب والذرة والحنطة والشعير. هذه انت ترى حتى الأثر واحد، الحنطة والشعير والبر، في دقيق وخبز وكل ذلك ثمرة من هذا، من هذه الأنواع، صحيح ولا لا؟ لكن هو قال، يقول الآن إذا نظرنا إلى الاسم في أصل الخلقة يختلف ولا يتفق؟ شعير حنطة يختلف ولا يتفق؟ يختلف، وإن كان الثمرة واحدة، جيد، أو المستخلص واحد كما نقول مثلا دقيق ودقيق، أو خبز وإيش وخبز، لكن هنا الاسم في أصل الخلقة مختلف. فإن اختلف، لو اختلفوا في أصل، في الاسم الذي في أصل الخلقة، فيشترط فيهما التقابض فقط، فهما جنسان مختلفان لكنهما يتفقان، أكملوا في العلة، ممتاز. فإن فإذا قلنا يتفقان في العلة، يبقى لابد من التقابض فقط في المجلس، يبقى لابد من التقابض وين؟
في المجلس. هذا إذا اختلف في يختلف في الاسم الخاص، كما قلنا كالشعير والذرة أو البر والحنطة، فنقول يبقى إذن البر والشعير صاع بصاعين يصح بشرط. ما هو الشرط بسرعة؟ تقابض في المجلس. أو صاع بر بصاعين من الشعير يصح، صاع من الشعير بصاعين من بر يصح، تفاضل هو الآن، لأنه هنا ينزل تحت نصك قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، زيادة ونقصان كيف شئتم، ولكن يدا يدا بيد. هذا هو المذهب، ووافق المذهب الجمهور الأحناف والحنابلة، وخالف في ذلك مالك والليث بن سعد، خالفوا المذهب وقالوا لا، البر والشعير واحد أو الحنطة والشعير جنس واحد. أترى خبز الشعير خبز البر أيضا الدقيق والدقيق مستخلص من ذلك، فقالوا هما جنس واحد ولا يجوز بيعهما على التفاضل. يبقى لابد عند مالك أن يتوفر شرطان ليصح العقد، التماثل والتقابض في المجلس، وهذا قول ليث بن سعد فقيه مصر مفخرة المصريين. فنقول الحق والراجح مع من أئمتنا مع المذهب، وهذا الراجح الصحيح لأن النص معهم، ولا حجة مع الآخرين كما قلت إلى النظر إلى الثمر. فنقول جاء النص من السلام قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. قالوا لا هما صنف واحد. قلنا إذن التفصيل يأتي في الرواية الأخرى التي جاءت في السنن، قال ولا تبيعوا البر بالشعير إلا يدا بيد، فقال فإن كان يدا بيد فبيعوا كيف شئتم. فقال يبقى إذن لا تبيعوا البر بالشعير إلا يدا بيد، فإن كان فإيش فبيعوا كيف شئتم. كيف شئتم تدل على أن التفاضل لا شيء فيه، وأن التماثل ليس شرطا، ليس شرطا. قال وبيعوا البر بالشعير ولكن يدا بيد، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم ولكن يدا بيد. وهذا حقا نرى أنه إيش أنه دليل للمذهب. ومن النظر أيضا نرى بأن الذرة طيب أو نرى البر والشعير أو الحنطة والشعير يختلفان في الاسم في اسم أصل الإيش اسم أصل الخلقة، يختلفان في اسم أصل الخلقة، ولا يقال هما فرعان عن أصل واحد، لا الأصل مختلف، الأصل مختلف. يبقى إذن نقول كل شيئين اختلفا في اسم أصل الخلقة فيشترط فيهما فقط التقابض في المجلس والتفاضل، ليس فيه ثمة شيء. أيضا من ذلك قلنا لو فرعنا على هذا، إذا أصلنا هذا الأصل، هذا أصل تمام عندنا الآن، كل شيئين اتفق في اسم أصل الخلقة تمر وتمر، فلا بد أن يتوفر فيهما شرطان، ما هما بسرعة التقابض والمثلية. ممتاز ممتاز. وكل شيئين اختلف في اسم أصل الخلقة فلا اشترط فيهما إلا شرط واحد، ألا وهو فرع على هذا الفرع بقى المستخلص الثمرة التي خرجت. وهذا عجيب بقى في التفريع، تفرع على الأصل. ونقول دائما العلم تصور، إن تصورت أتقنت، فنقول فرع على هذا الأصل. إذا قلنا من أثر الأموال الربوية، أثر الأصناف أو الأموال الربوية كإيش، الدقيق أثر للبر للحنطة للشعير صحيح ولا لا، هذا الدقيق أثر طيب، يبقى الدقيق الخبز أثر، أيضا الزيت أثر صحيح ولا لا، يبقى خبز دقيق أيضا زيت طيب، كل ذلك أثر عن أصناف ربوية. العلماء هنا ينظرون فيها فقالوا هذا خبز شعير، هذا خبز حنطة، فهل يتفقان الآن؟ وهم يتفقان في الاسم، خبز خبز، دقيق بر دقيق شعير، أو قل دقيق حنطة، يتفقان فيه في الاسم زيت، حتى ولو كان الزيت يختلف، يعني زيت زيتون مثلا أو زيت خل أو زيت، لكن الاسم إيش واحد. هنا في المذهب قولان، في المذهب قولان، القول الأول هما جنسان مختلفان، أو قل في الأول عشان يسهل علينا هما جنس واحد قد اتفق في الاسم، دقيق ودقيق، خبز وخبز، زيت وزيت،
فلا بد ان نقول نشترط في لصحه العقد شرطين. الشرط الاول التماثل، الشرط الثاني التقابض في المجلس. لما اتفق في الاسم زيت زيت، دقيق دقيق، خبز خبز، هذا الاثر. طيب، وهناك وجه اخر عند الشافعيه، او قول اخر اسف، القول الثاني عند الشافعيه، وهو انهما جنسان مختلفان، انهما جنسان مختلفان. والصحيح الراجح في ذلك انهما جنسان مختلفان، القول الثاني والقول الاصح والاسد، وهو يعني هو يعني المعتمد، وهذا الراجح الصحيح. الدلاله على ذلك كثيره. من السنه قال مسلم: وبيعوا البر بالشعير، فجعلهما ايش؟ صنفين مختلفين. البر بالشعير فجعلهما صنفين مختلفين. ايضا ولو قلنا زيت الزيتون مثلا، او زيت الزيوت وزيت النخل، فنحن نقول في ذلك هما فرعان عن اصلين مختلفين. يبقى من حيث الاثر قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالشعير، ولكن يدا بيد كيف شئت. ففرق النبي صلى الله عليه بينهم. والقاعده عندنا في الشرع لا نسوي بين المفترقين ولو كانت ثمرة واحدة. هم نظروا، ما نظروا للتأصيل، نظروا إلى إيش؟ التفريع، وهذا خطأ. أصل الحكم يدور مع الأصل لا مع الفرع. أصل الحكم يدور مع الأصل لا مع الفرع. لذلك من النظر يعضد الأثر أنهما فرعان عن أصلين إيش؟ مختلفين. دقيق ودقيق نعم، لكن نرجع للأصل. هذا دقيق وإيش؟ بر. الثاني دقيق حنطة. الزيت الأول زيته زيتون، الثاني زيت، يبقى اختلف. اختلف، يبقى عند النظر إلى الأصل قلنا فرعان تساوية لكنهما عن أصلين مختلفين. فإذا ينزل تحت قول مسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. وذلك ضربوا فرعوا على هذا التفريع أيضا، قالوا العسل. أنا أولا أسألكم جميعا، إذا أطلق لفظ العسل، اسم العسل، ينزل على إيش؟ على السكر ولا على الطحينة؟ خلاص، هو في اصطلاح وأعراف الناس جميعا إذا قالوا عسل لا يطلق إلا على العسل. إيش؟ عسل نحل. طب عندنا بقى في عسل، عسل دبس، وعسل قصب، وعسل صح مستخلص، وكل ده، كل هذا عسل بيستخلص، صحيح ولا لا؟ هو هذا. يبقى إذن عسل وعسل. فقالوا لو باع كيلو عسل نحل بثلاثة كيلوات من العسل، عسل التمر، العسل المستخلص اللي هو اسمه عسل دبس، اللي هو عسل مستخلص من ايش؟ من التمر، يصح ولا ما يصح؟ المسألة تفريح على القولين. قول يقول بأنهما ايش؟ بأنهما جنس واحد، عسل وعسل. يبقى إذن قالوا العقد هنا باطل وفيه الربا، لأنه لم يكن فيه ثمة تماثل، ويشترط فيه التماثل مع التقابض، وهذا القول مرجوح. ولو قلنا بالراجح بأنهما إيش؟ جنسان مختلفان، الأصل مختلف، ارجع للأصل، بل الحق كما قلت لكم العسل فقط لا يطلق إلا العسل إيش؟ النحل. فهنا هذه بيان حتى من أعراف الناس أن الاختلاف اختلاف في التأصيل في الأصل إذا رجعت إلى الأصل. المسألة الأخيرة مسألة اللحم طبعا، وأنتم خرجتم من العيد واللحوم وكذا، فمش عايزين نموت الإخوة أكثر من ذلك، لكن سنقول بأن اللحم فيها قولان، ونفصل فيه الأسبوع القادم إن شاء الله شرح عشان يطول فيه المقام في هذا الباب. قولان: القول الأول كل اللحوم جنس واحد، يبقى إبل، غنم، بقر، جاموس أجلكم الله، غزال، طيب، نمر، غراب، طيب، كل ذلك، كل اللحوم هي إيش؟ جنس واحد. القول الثاني كل اللحوم إيش؟ المقصود باللحم أي لحم؟ لحم الحلال، والغراب مكروه، وكراهة الغراب لسواده. لو كان الغراب طب والله في قول أنهم يقولون بذلك، يقولون حرمة الأكل الغراب، غراب فقط الأعصب فقط، لكن الصحيح الراجح أنه محرم. إذن القول الأول اللحوم كلها جنس واحد. القول الثاني اللحوم مختلفة الأجناس، البقر حتى البقر الوحشي غير البقر الإنسي، مختلفة الأجناس. وهذا اختيار المزني من الشافعية، وأنا أرى أن هذا هو الأصح والأسد، وهذا الذي سأفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. أنا بس أردت أن أنا أشير
إلى القولين لنفصل بينهما إن شاء الله، ونبين الجمهور ونبين الموافق والمخالف للمذهب. لكن المسألة المطروحة هي مسألة اللحم، السمك، السمك ينزل تحت اللحم أم لا؟ السمك لحم أم لا؟ يبقى سيدخل في مسألة في القولين أم لا يدخل في القولين؟ مفهوم ولا لا؟ والصحيح أنهم نظروا إلى الآية فوجدوا أن الله جل في علاه قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وسماه طريا. فقالوا إذا السمك لحم ويدخل في الأجناس. طيب، والصحيح الراجح أن السمك ليس بلحم، الصحيح الراجح أن السمك ليس بلحم. وأما الجواب عن الآية هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما الجواب عن الآية فما جاءت الآية على الإطلاق، جاءت الآية على إيش؟ على التقييد، سماه لحما بإضافته للبحر، فهو لحم بحر، مفهوم، وليس من بهيمة الأنعام. فالصحيح الراجح أنه ليس بلحم، يعني من أقسم بالله ألا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث. لو قال امرأتي لو أكلت الليلة أو لو أكلت اليوم لحما فأنت طالق ومن الصباح إلى المساء أكل السمك، فامرأته على ما هي عليه باقية لم تطلق. جيد، وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.